السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي الطلاب. محاضرتنا اليوم عن البلازما بروتينز. طبعاً إحنا كان عندنا محاضرة أخرى اللي هي الليبيد بروفايل، لكن إحنا بما أنه ما أخذيها بالكورس الأول فرح نركز فقط على البلازما بروتينز. الهول بلاد لو لاحظنا أخذنا سامبل وخلينا يعني تيوب وخلينا بي بلاد سامبل، إذا كان التيوب يحتوي على أنتي كوأجولنت to prevent coagulation، نشوف أنه هذا البلاد عندما نخليه بالسنتريفيوج راح يفصل لي إلى طبقة البلازما وطبقة الريد بلاد سيل، طبعا بعد السنتريفيجيشن بإضافة الأنتي كوأجولنت إلى التيوب اللي يحتوي على الهول بلاد، أو إحنا نسوي كولكشن الهول بلاد بتيوب هو يحتوي على أنتي كوأجولنت. نشوف بعد أن نسوي له سنتريفيجيشن راح يكون عندنا البلازما وعندنا الريد بلاد سيلز، وأكو فد بافي كوت تفصل ما بيناتهم. السيرم شلون نحصل على السيرم؟ السيرم نحصل عليه عندما نجمع أو كولكت ذا بلاد سامبل إن بلين تيوب، يعني ما بي أنتي كوأجولنت، و allow to clot. بعد أن نصير الكلوت نخليه بالسنتريفيوج، وراها نسوي له سنتريفيجيشن، راح نلاحظ أنه السيرم ينفصل والفايبرين كلوت راح تبقى at the bottom. Composition of whole blood. الهول بلاد يحتوي على 46 إلى 63% بلازما، و 37 إلى 54% هي سيلز. طبعا 46 إلى 63% البلازما ايش نلقى بيها؟ رح نلقى بيها 7% بلازما بروتين، 1% سوليوت، و 92% هي عبارة عن ووتر. 7% اللي هي البلازما بروتين شنو بيها؟ رح نلقى بيها الألبومين، نلقى الجلوبيولينز، نلقى الفايبرينوجين والريجوليتوري بروتين. الألبومين واحنا نعرفه انه مهم للأوزموتيك بريشر، وايضا يعتبر از ترانسبورت للستيرويد للفاتي اسيد. الجلوبيولينز وظيفتها بالاميون سيستم، وايضا ممكن انه ترانسبورت للهرمونز. الفايبرينوجين يالف حوالي 4%، مهم بعمليه الكلوتينج، وال1% عباره عن انزيمز. اذا الالبومين يمثل 60% من البلازما بروتين، الجلوبيولينز بتمثل لي 35%، الفايبرينوجين يكون لي 4%، والريجوليتوري بروتين أقل من 1%. 1% مالت البلازما هي عبارة عن شنو؟ سوليوت. السوليوت مثل عندنا الإلكترولايتس، يعني صوديوم، بوتاسيوم، كالسيوم، أيضا أورجانيك نيوترينت يعني جلوكوز، فاتي أسيد، أمينو أسيد، والأورجانيك ويست product إن هي مثل اليوريك أسيد، الكرياتينين إلى آخره. البلازما بروتينز تشمل البروتينات اللي موجودة بالبلازما وبالإنترستيشال فلويد، almost أغلبها هي عبارة عن جلايكوبروتين. طبعا موجود أكثر من 300 نوع من البروتينات بالبلازما. البروتينز اللي موجودة بالبلد بلازما نشوف الحجم الأكبر هو للألبومين، أيضا عندنا الأميونوغلوبيلينز اللي هي مثلا الاي جي جي ماخذ أكبر جزء، الاي جي اي أيضا والاي جي ام عندنا، الترانسفيرين، الفايبرينوجين، الألفا 1 أنتيتريبسين، الهابتوغلوبيولين، الليبوبروتين. كلاسيفيكيشن اوف بلازما بروتينز عملية تصنيفها. أما بالإلكتروفوريسيس موبيليتي، الإلكتروفوريسيس إحنا نعرفه هو عملية فصل البروتينات باستخدام الإلكتريكال كارنت، تيار كهربائي، راح يفصل لي البري ألبومين، الألبومين، والألفا، والبيتا، والجاما جلوبيولين، والفايبرينوجين. ممكن نقسم البروتينات باي سبيسيفيك فانكشن، يعني كل بروتين والوظيفة مالته. يعني مثلا أكو عندنا ترانسبورت بروتينز، proteins of immune system, a system of protease, an antiprotease, protein of hemocoagulation system, a signal proteins, an
enzymes, cellular proteins. هذه عملية الـ classification according to its function. أو by clinical use، يعني باستخداماتها السريرية. مثلاً cardio markers أستخدمها بتشخيص الـ heart disease. الـ tumor markers تشخيص الـ tumors. الـ acute phase reactant بحالات الـ infection. الـ cellular enzymes أمراض عديدة مثل الليبر انزيمز، الكيدني، الهرمونز، وعندنا السيتوكينز. إذا حسب الكلينيكال يوز ممكن أصنف أنواع البروتينات اللي موجودة بالبلازما. الجنرال بروبرتيز اوف بلازما بروتينز موست ار سينثيسايز ان ليبر. مثل ما ماخذين احنا سابقا نعرف أنه كل البروتينات سينثيسايز ان ليبر ما عدا الاميونوغلوبولين اللي هي سينثيسايز بالبلازما سيلز. طبعا البروتين يصنع بالرايبوسومز، بعدين يصير به موديفيكيشن وترانسبورت بالاندوبلازميك ريتيكولم وبالجولجي اباراتس. Most of the proteins are glycoprotein except albumin. كلها عبارة عن glycoprotein. شنو يعني glycoprotein؟ يعني اكو جزيئة كربوهيدرات متصلة بالبروتين ما عدا الالبومين. طبعا كل بروتين له كاركترستيك هاف لايف، يعني بنشوف الالبومين عنده 20 دايز 20 يوم الهاف لايف مالته. اغلب البروتينات عندها خاصيه البوليمورفيزمز. شنو يعني بوليمورفيزمز؟ يعني بها عده فورمز تختلف بخواصها الفيزيائيه. مثلا الاميونوغلوبولينز والترانسفيرينز بها انواع متعدده من البوليفورمز. العوامل اللي تأثر على الكونسنتريشن اوف بروتين، طبعا التوتال بروتين هو من 64 الى 83 غرام بير لتر. العوامل اللي تأثر على الريت اوف سينثيسيس وديجريديشن، يعني اذا زاد السينثيسيس طبعا تركيزه راح يزداد، اذا ديجريديشن زاد راح يقل تركيزه. الديستريبيوشن بالبادي، يعني بحالات الديليوشن، حالات الكونسنتريشن او في حالات اللوس فروم ذا بادي. الهايدريشن اوف بادي، يعني إذا واحد بي دي هايدريشن شوف التركيز مالت البروتين يزداد بحالات الدي هايدريشن وبالعكس. الأذر امبورتنت فاكتور البوزيشن، البادي بوزيشن، يعني بحالة الأبرايت يكون أكثر من السوباين بوزيشن. السوباين بوزيشن تركيز البروتين يقل. التايتنس اوف ذا arm، يعني كل ما كان لمن نسحب او كولكت بلاد من المريض عملية التايتنج اوف arm راح تأثر على تركيز البروتين. storage of biological specimens، يعني اني اخذ البلاد سامبل واخليه فترة طويلة يلا اجي اسوي التحليل مالت البروتين، هذا خطأ. يجب ان يكون التحليل يعني as soon as possible. الphysiological factors او variability، يعني زيادة مثلا البلازما تركيز البروتين بالبلازما أعلى من تركيزه بالسيرم. ليش؟ لأنه البلازما بي فايبرينوجين، السيرم ما بي فايبرينوجين. حالة الستاند أب يكون أعلى من السوباين باي 10 إلى 15%. طبعا تأثير الجاذبية هنا. الماسكولار أكتيفيتي يزداد 12%. ليش؟ لأنه العضلات هي عبارة عن بروتين، فالشخص اللي عنده muscular activity عنده زيادة بالبروتينات. الديهايدريشن أيضا يأثر، كل ما كان هناك هيمو concentration نشوف تركيز البروتين يزداد. إيش وقت يقل البروتين بحالات children؟ طبعا هاي physiological، والpregnant woman لأندليوشن، after starvation الألبومين، الترانسفيرين والcomplement C3 نشوفهم physiologically decreased. Regulation of synthesis، زيادة synthesis of protein تزداد بحالات inflammation، لأن بالinflammation الجسم يحتاج بروتينات مثل السيتوكينز الانترلوكينز، هذه بروتينات مهمة بالinflammation. بحالة الهايبرثايرويدزم لأن زيادة بالميتابوليك ريت، هايبركورتيزوليزم، growth hormone لأن anabolic، الايرون deficiency. Iron deficiency يحتاج بروتينات اللي تنقل الايرون واللي تسوي ستورج للايرون. البروتين لوس فكمبنسيشن راح يزداد السينثيسيس اوف بروتين.
clonal production of immunoglobulin يعني حالات مرضية يصير أكو زيادة بالإميونوغلوبيلين إنتاج الإميونوغلوبيلين حالات تيومر مثلا نشوف أكو لما نجي نقيس البروتين بالبلاد حنشوفه عالي نتيجة وجود كمية كبيرة من الإميونوغلوبيلين. Decrease the synthesis of protein نشوفها بالليفر دامج حالات الليفر سيروسيس. Nutritional deficiency يعني الشخص أو المريض عنده deficiency بالبروتين بالأمينو أسيد يعني عنده malnutrition حالات الهايبوثايرويدزم الدايابيتس. ليش بالدايابيتس؟ لأن يعني الإنسولين أنابوليك مثل ما نعرف لما الإنسولين ماكو يعني protein synthesis ماكو أو decreased. الألكوهوليزم لأن يأثر على الليفر. هناك طرق مختلفة للseparation of proteins يستخدمون precipitation الترسيب باستخدام أملاح مثل الأمونيوم سلفيت صوديوم سلفيت وصوديوم سلفيت يسوون saturation بهذه الأملاح. إذا سوينا 1/5 saturation with ammonium sulfate راح يصير الفايبرينوجين precipitate. لما أسوي saturation 1/3 saturation يعني ثلث المحلول ب saturation راح يكون عندنا precipitation of immunoglobulin. يعني نسوي saturation بهذه الأملاح اللي هي الصوديوم سلفيت والصوديوم صوديوم سلفيت and صوديوم سلفيت. هذه تسوي saturation للسامبل وبالتالي راح يصير precipitation للبروتينات اللي هي قلنا إذا كان خمس المحلول صاير بي saturation نحصل على الفايبرينوجين، إذا ثلث المحلول صاير بي saturation نحصل على الجلوبيولينز. Saturation إذا كان total saturation نحصل على الألمونيا. Fractionation of ethanol بعض الأحيان أقدر أستخدم الطريقة الأخرى هي بالإيثانول. طبعا تراكيز مختلفة and at low temperature حسوي fractionation للproteins. الفراكشن الأول يطلع لي الفابرينوجين، الفراكشن الثاني الفا جلوبيولين، الفراكشن الثالث الألفا 1 والألفا 2. الفراكشن الرابع البيتا والفراكشن الخامس الألبومين. Advantages of this fractionation: ethanol is used for separation, is removed rapidly by evaporation. And it is very mild, لذلك ما تسوي denaturation in protein. وأيضا ممكن استخدامها للpurification of proteins لغرض أنه أقدر أسوي separation ل large scale for therapeutic use. الإليكتروفوريسيس مثل ما نعرف إحنا هو عملية separation للبروتين باستخدام paper electrophoresis. أكو أنواع الأجار جيل electrophoresis وأكو cellulose acetate ممكن والإميونو electrophoresis أنه يدخلون تيار كهربائي على السامبل اللي هو موجود داخل جار وهذا الجار يحتوي على بفر وموجود 2 electrodes فيدخلون تيار كهربائي فتنفصل عندنا البروتينات حسب التشارج مالت البروتين. الألبومين أول واحد اللي يظهر هو الألبومين بالالكتروفوريسيس. الموليكولر ويت مالته يكون صغير 69 كيلو دالتن وهو يعتبر الميجر بروتين موجود بالبلازما. النورمال ليفل 3.5 إلى 5.5 جرام بير ديسيليتر and it make about 60% of the total plasma protein و 40% من الألبومين موجود بالبلازما و 60% الباقية موجودة بالإكسترا سيلولر قد تكون interstitial fluid. الليفر يصنع حوالي 12 جرام of ألبومين per day. الألبومين مثل ما قلنا هو الليفر يصنعه بشكل بري برو ألبومين من الليفر وهذا اكو فد عندنا فد انزيم اللي هو سيجنال بيبتايد يسموه بروتييزس
راح ينطيني من بري برو ألبومين يحوله إلى برو ألبومين، بعدين إنزيم آخر اسمه فيورين راح يحول لي إلى الألبومين. عبارة عن إنزيم، الفيورين هو إنزيم يفصل لي هيكزابيبتايد من البرو ألبومين حتى يحول لي إلى ألبومين. at arginine site اكو امينو اسيد اللي هو الارجينين، هنا راح يكسر البرو ألبومين، يكسره الى جزئين هيكزابيبتايد والبومين. السينثيسيس اوف البومين يقل في حالات المال نيوتريشن such as كواشيكور اللي هو يعني بحالات سوء التغذية أو المجاعة الألبومين يقل. In liver diseases the synthesis of albumin depressed. أكو فد ratio الألبومين إلى الجلوبيولين، نشوف أنه هذه الراتيو يعني تقل لما يكون هناك liver disease، لأن إحنا كنا الألبومين synthesized in liver. الألبومين ستراكشر مالته يحتوي على 585 أمينو أسيد و 17 دايسلفايد بوند. الشكل مالته يكون اللي بيسويدل يعني بيضوي الشكل، وما يسبب فيسكوسيتي اوف بلازما، لأنه مولكيولر ويت مالته قليل والكونستريشن مالته عالي بالبلازما، لذلك هو مسؤول عن الأوزموتيك بريشر أوف هيومن بلازما. طبعا هذا للإطلاع أنه الفانكشن أوف ألبومين مثل ما تعرفون هذا الشكل للإطلاع، هذا الشكل هنا الفانكشن تو مينتين كولويدال أونكوتيك بريشر، ترانسبورت لونج تشين فري فاتي أسيد والستيرويدز والهرمونز، transport of bilirubin, binding of drugs. يعني تعرفون مثل ما تعرفون اكو هواية ادوية ترتبط very يعني highly binding with albumin مثل الاسبرين الوارفارين. هذه الادوية او اغلب الادوية most of drugs bind with albumin. اكو حالات اللي هي نسميها الهايبوالبونيميا يعني انخفاض مستوى الالبومين. شنو الأسباب؟ الليفر ديزيز مثلا السيروسس the most common cause of decrease بالألبومين، أو excess secretion by the kidney بحالات النفروتيك سيندروم، أو loss of ألبومين من الجي آي تي مثلا الانتيروباثي بحالات البيرنز بالحروق أيضا، لأنه البلازما loss نتيجة إلى فقدان السكين بارير. حالة الحروق يصير فقدان بالسكن بارير، لذلك راح يصير loss of protein اللي هو الألبومين. redistribution يعني حالات الهيمودليوشن as in a pregnancy. acute disease state اللي هي negative acute phase protein. as a negative acute phase protein. شنو acute phase protein؟ حالات الانفكشن او انفلاميشن يسموها acute phase protein. الالبومين يقل بحالات الانفكشن والانفلاميشن، لذلك يسموه negative acute phase. الهايبر البونيميا راح نلاحظها نتيجة الى severe او chronic dehydration with high protein diet. شخص ما يتناول سوائل أو يفقد سوائل كثرة ويأخذ high protein diet، لذلك يصير عنده hyper albuminemia. A chronic dehydration need to treat it with zinc as well as with water. الزنك يعني يقلل ال swelling of water ويساعد على أي أيضا also increase retention of salt. In the dehydrated state, the body has too high osmolarity. لذلك الزنك يقلل من الأزمولاريتي العالية. يعني بحالة dehydration المريض مو فقط ينطو fluids أو water، ينطو الزنك أيضا، يعني يساعد على التخلص من الأوديما.
إذا الهايبر ألبونيميا نلاحظها في حالات الكرونيك والسيفير ديهايدريشن زائد الأنواع الأخرى من البلازما بروتين هي الجلوبولينز، أكو عندنا الألفا 1 والألفا 2. النوع الأول يسموه الألفا 1 أسيد جلايكوبروتين أو يسموه أوروسوميكويد. النورمال ليفل مالته 0.6 إلى 1.4 جرام بر لتر. الكربوهيدرات عالية 41%، لذلك إحنا نسميه جلايكوبروتين، وهو يعتبر as indicator of acute inflammation. أيضا يرتبط مع البروجستيرون هرمون and transported. الألفا فيتو بروتين النوع الآخر. الألفا فيتو بروتين هو مثل من اسمه فيتو يعني بالفيتس، لذلك نشوف مستوى يكون عالي بالبريجننت وومن. طبعا من نورمال ادلت لازم يكون نيجليجبل يعني 1 مايكروغرام بير ديسيليتر، المفروض ماكو ما موجود، يشوف فقط بالفيتس وبالبريجننت، لكن يعتبر از تيومر ماركر في حالات الهيباتوسيلولار كارسينوما. وايضا يستخدموا بالتريبل تيست سكرينينج فور داون سيندروم، اذا يستخدم كتيومر ماركر وايضا يستخدم بتيست للداون سيندروم. الالفا 1 انتي تريبسين 52 كيلو دالتن المولكيولر ويت مالته، يحتوي على 394 امينو اسيد وايضا باوليغوساكارايد، لذلك هو جلايكوبروتين. سينثيزايز باي هيباتوسايت والماكروفاج، يعتبر از سيرين بروتييز انهبيتر، يعني هو يسوي انهبيشن للبروتييز. البروتييز مثل ايش؟ مثل التريبسين والإيلاسيتيز. فاذا الالفا 1 من اسمه انتي تريبسين يسوي انهبيشن للتريبسين والإيلاسيتيز. هذه معادله تبين لي اني الإيلاسيتيز زائد الفا 1 انتي تريبسين حيحول الى ان اكتيف إيلاسيتيز، وهنا ما راح يصير يعني نو بروتيلايسيس اوف ذا لانج، لكن من اكو اكتيف الاسيتيز ما ديكريز او ماكو انتي تريبسين نشوف يكون اكتيف الاسيتيز حيصير بروتيلايسيس لللانج ويسوي تشو. ديفيشنسي اوف انتي تريبسين، لقوا انه العلماء لقوا 75 نوع او بوليمورفيك فورم اوف انتي تريبسين كان بي سيبريتد باي الكتروفوريسيس. Deficiency of this protein راح يؤدي إلى الإمفيسيميا مثل ما شرحنا قبل شوية. الإلاسيتيز راح يشتغل وراح يحلل لنا التشو of the lung وتصير حالة الإمفيسيميا. الألفا 1 أنتي تريبسين تسوي قلنا الإمفيسيميا، ونلاحظ أنه زيادة بال white blood cells بهاي الحالة، نشوفها بنيمونيا أيضا بحالات النيمونيا، فيصير دامج إلى اللانج نتيجة إلى وجود الإلاسيتيز. المفروض الأنتي تريبسين يسوي إنهبيشن للإلاسيتيز. لو جينا إلى سيروبلازمين، السيروبلازمين هو ألفا 2 جلوبيولين. السيروبلازمين المستوى مالته 300 ملي جرام بير لتر، هو عبارة أيضا عن جلايكوبروتين، يحتوي على كبر أوكسيديز، يعني بداخل هذا السيروبلازمين شكو اكو عندنا كبر اوكسيديز هيستامينيز والفرس اوكسيديز. الوظيفة مالته انه هو ياخذ 90% من الكبر الموجود بالبلازما. مثل ما تعرفون الكبر هو يعني يعتبر از اكو فاكتور، الكبر كو فاكتور لكثير من الانزيمات، فكل جزيئة واحدة من السيروبلازمين ترتبط مع 8 جزيئات من الكبر. جزيئة واحدة من السيروبلازمين ترتبط مع 8 أتوم من الكبر، أما يكون كبرس أو كوبريك أيون. ارتباطه يكون more tightly with albumin، ارتباطه يكون more tightly with albumin. الألبومين ممكن يرتبط more readily، يعني أما السيروبلازمين ارتباطه tightly. الألبومين يربط حوالي 10% من الكبر وممكن ينطيها للتشو بسرعة. Causes of decrease بالسيروبلازمين، أسباب اللي ينخفض بها السيروبلازمين
الويلسون ديزيز واحنا ماخذين بشابتر الليفر امبير بالسكريشن اوف كابر انتو ذا بايل امبير بالانكوربوريشن اوف كابر الى السيروبلازمين، لذلك حيصير بريسيبيتيشن اوف كابر بالليفر والبرين والكيدني والار بي سي ناتج عن ميوتيشن بالكابر بايندينج اي تي بيز. طبعا من حيصير اكيوميليشن بالكبر بالليفر والبرين والكيدني راح تظهر على المريض نيورولوجيكال ديس اوردرز، الليفر راح يتاثر البرين والكيدني. بنشوف انه سيروبلازمين يكون فيري لو ان ذا بلازما، هذه قد ما يكون ديكريز بالسيروبلازمين. اكو حالات يصير زياده بالسيروبلازمين، حالات الانفلاميشن انفلاماتوري ستيت، في حالات الكارسينوما اللوكيميا والروماتويد ارثرايتس، هنا يصير زياده بالسيروبلازمين. الهابتوغلوبينين، الهابتوغلوبينين هو ايضا الفا 2 جلوبولين وايضا جلايكوبروتين، وظيفته انه يرتبط مع الهيموغلوبين يسوي كومبلكس معه. شوفوا هاي الهيموغلوبين هاي الهابتوغلوبينين بريفنت فري هيموغلوبين فروم انترينج ذا كيدني. ليش؟ حتى لا يؤذي الكدني. زيادة الهيموغلوبين بالدم وإفراز سكريشن بالكدني راح يؤدي إلى أنه يصير بريسيبيتيشن بالتيوبيول ويسبب دامج بالكدني. فشافوا أنه الهيموغلوبين هابتوغلوبولين كومبلكس يكون تو لارج تو باس ثرو ذا جلوميرولاي. ذا فانكشن لما يكون تو لارج ما راح يدخل من خلال الجلوميرولاي وما راح يصير بيه بريسيبيتيشن بالتيوبيول. لاحظوا هنا الهيموغلوبين بالكدني اما اكسكريتد ان يورين او بريسيبيتيشن ان تيوبيول. والايرون از لوست وراح ينفقد الايرون، يعني راح يفقد الجسم. اما بوجود الهابتوغلوبينين يرتبط بالهيموغلوبين يسوي كومبلكس هيموغلوبين وهابتوغلوبينين، والكدني راح تبقى سليمه ما راح يترسب بيها الايرون أو الهيموغلوبين. الهيموغلوبين كاتابولايزد باي ليفر والايرون ويل بي كونزيرفد، الايرون راح ينحفظ بداخل جسمنا، ينحفظ بداخل جسم الانسان. اما في حالة لو ماكو هابتوغلوبينين راح يطلع الايرون ويل بي لوست، وايضا الكلية راح تتأذى لان راح يترسب الهيموغلوبين بالتيوبولز مالت الكدني. Function of haptoglobulin: free hemoglobin pass through the glomerulus, enter the tubule and precipitate there. لكن لما يكون hemoglobin سوى complex مع الhaptoglobulin, it is too large to pass through the glomeruli. The function of haptoglobulin appear to be prevent the loss of free hemoglobin into the kidney, وأيضا conserves the iron in the hemoglobin. يعني يحافظ لنا على الكيدني فروم دامج باي هيموغلوبين، وايضا يحافظ لنا على الايرون فروم بلوك. البيتا جلوبولينز، البيتا جلوبولينز اللي من ضمنها الليبوبروتينز، الليبوبروتينز احنا شارحيها بشابتر الليبيد بالكورس الاول، اذا ماكو داعي نعيدها. اكو عندنا بروتين اخر اللي هو اسمه هيموبيكسين، فيري لو ات بيرث، بعدين يبدي بالادلت يصعد يوصل نص إلى 1 غرام بير لتر. هذا bind to remove circulating heme، يعني مثل الهابتوغلوبينين، الهابتوغلوبينين يرتبط بالهيموغلوبين، أما هذا اللي هو الهيموبيكسين راح يرتبط مع الهيم. الهيم اللي جاي من ال breakdown of هيموغلوبين أو مايوغلوبينين أو كاتاليز، هذول بيهم مركب الهيم، فهذا الهيموبيكسين راح يرتبط مع الهيم وأيضا يمنع ترسبها بالكلية ويمنع فقدان الأيرون أيضا. طبعا الهيموبيكسين يقل بحالات الهيموليتيك. الترانسفيرين هو بيتا 1 جلوبولين، الترانسفيرين هو عبارة عن بيتا 1 جلوبولين 76 كيلو دالتن الموليكولر ويت مالته، أيضا هو عبارة عن جلايكوبروتين وموجود من الترانسفيرين حوالي 20 نوع، يعني 20 بوليمورفيك فورم اوف ترانسفيرين. فائدة الترانسفيرين هو ارتباطه بالايرون، يعني 2 مول من الايرون بشكل فرك
راح يرتبط مع مول واحد من الترانسفيرين، ينقل لنا الحديد الايرون from gut to bone marrow and other organ. إذن هو فائدة إنه ينقل لنا الايرون من الجي اي تي، ينقلها إلى البون مارو إلى other organ، البون مارو حتى يسوي synthesis للار بي سي. حالات اللي يصير بها deficiency of transferrin، حالات البرنز، الحروق، الانفكشنز، المالجنسي، liver and kidney disease، نشوف يصير عندهم transferrin قليل، لذلك دول يصير عندهم أنيميا. الترانسفيرين اكسس، شوف زياده بالترانسفيرين، حاله الايرون ديفيشنسي انيميا، فقط بحاله الايرون ديفيشنسي انيميا. ليش يصير زياده؟ لان هذول ايرون ماكو، فيبدي الجسم ان يصنع ترانسفيرين اللي هو المفروض الرول مالته يسوي ترانسبورت للايرون. كcompensatory mechanism راح يصير زيادة بالترانسفير. أكو نوع آخر من البروتينات موجود بالبلازما يسموه C reactive protein، هو عبارة عن acute phase protein. شنو يعني acute phase protein؟ يعني بحالة acute infection أو acute inflammation أو acute disease، موجود بالblood in response to inflammation. الرول مالته انه يرتبط مع الفوسفوكولين اللي موجود على السيرفيس اوف ديد اور داينج سيلز اند سام تايبس اوف بكتيريا تو اكتيفيت ذا كومبلمنت سيستم. يعني يرتبط مع سطح البكتيريا او مع سطح الخلايا الميته الناتجه عن انفلاميشن او انفكشن، وهذا راح يحفز لنا الكومبلمنت سيستم اللي هي يحفز المناعه مالت الجسم. أيضا synthesized by the liver in response to factor released by adipocyte. إذن هو يصنع بالليفر، لكن in response to factors، عوامل تتصنع from adipocyte يعني من adipose tissue. استخداماته يعتبر as a marker of inflammation أيضا بالكانسر. قياس الـ C-reactive protein يقيسوه بالإلايزة، هو جهاز الانزيم لينكد اميونوسوربنت اسي، جهاز خاص يسمون الايزا، يقيسون بيه سي ريأكتيف بروتين، او يستخدمون رابيد تيست. الرابيد تيست اللي هو الاجلوتينيشن تيست، اللي هو سيرولوجيكال تيست، يصير اجلوتينيشن، وهذه مجرد حتى يعرفون البروجريشن اوف ذا ديزيز، يعني في التيست سريع، ياخذون سامبل من المريض وفد بليته، يخلون قطرة من الكت وقطرة من السامبل ويشوفون يصير agglutination. هذا لغرض معرفة the progression of disease والeffectiveness of treatment، هل treatment صحيحة بها نتيجة. بيتا 2 microglobulin، microglobulin هذه موجودة باليورين طبعا، مو فقط بالبلازما، تشبه الاميونوغلوبينينز، تزداد بحالات الديزيز مال الكدني، يعني نشوفها بالجلوميرولار ممبرين او رينال تيبيول او كوفيد ديزيز معين. في بعض الاحيان حاليا استخدموها از تيومر ماركر، وايضا استخدموها ل فولو اب للدراج اللي هو الجنتامايسين، يعني مثل ما تعرفون الجنتامايسين يسوي نيفروتوكسيسيتي. الفايبرينوجين اللي هو يؤلف 4% من البلازما بروتين، أيضا هو عبارة عن جلايكوبروتين. الفايبرينوجين يتحول إلى فايبرين بواسطة الثرومبين حتى تصير عملية الكوأجيليشن بالكوأجيليشن كاسكيد. طبعا البروترومبين يصير بأكتيفيشن، يتحول إلى ترومبين اللي هو بروتياز. هذا الثرومبين يحول لي الفايبرينوجين إلى فايبرين، والفايبرين يسوي كروس لينكينج with فاكتور 13، فاكتور 13 حتى يسوي لي الكلوت. يعني هذا مهم بعملية الكلوت فورميشن، بحالات الانجري، بحالات البليدنج. البروتين الآخر اللي هو ألفا 2 ماكرو جلوبينين، يعني أكو مايكرو وأكو ماكرو. الماكرو ليش سموه ماكرو؟ لأن المولكيولر ويت مالته عالي، تشوفون 720 كيلو دالتن،
بأربع عشر يونت، كل يونت 180 كيلو دالتون. 10% of the zinc in the plasma يرتبط مع الألفا 2 ماكرو جلوبينين، وباقي الزنك يقوم بنقل الألبومين. إذن الماكرو جلوبينين يستخدم للترانسبورت of zinc، أيضا يعتبر as marker حالات الكيدني disease.